يعني احنا هنستاذن حضرتك، هنروح للمغرب. يلا. ومفيدنا هناك طبعا الزميل العزيز كريم احمد، ونروح مع حضراتكم الى المغرب ونعرف تفاصيل البعثه، ونعرف ايه اللي تم النهارده والتحضيرات ايضا طبعا لمباراه بكره. وهنروح طبعا كريم بنضمنا اهو، وبنحيي كريم طبعا، كريم احمد مفيدنا، مفيد قناه النادي الاهلي للمغرب. كريم ازيك يا كريم؟ جو عنده هوا جامد. المغرب جدا. كابتن هيثم السعيد، كل التحيه ليك وكل التحيه للزميل العزيز محمد سعيد وكابتننا الكبير كابتن احمد ناجي، والشكر والتحيه موصولين ايضا كمان لجمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. كريم، يمكن احنا مشتاقين نعرف اللي عندك ايه، ونعرف اليوم مر ازاي على البعثه، بدايه من يعني التفصيل بقى، من اول ما طبعا صحوا من النوم، هل خدوا وجبه الفطار؟ كلمنا عن البعثه وطمنا على البعثه بشكل عام. يعني هبدا معاك يا كابتن هيثم. في البدايه الحقيقه بحاله الطقس، يعني طقس صعب جدا الحقيقه، وكانت رياح قويه جدا جدا حتى في تدريب اليوم النهارده لفريق النادي الاهلي. يعني كنا عندنا قلق كبير من طنجه، لان تقلبات الطقس شديده جدا جدا. يا رب ان شاء الله ما يكونش غدا في امطار، لان الحقيقه المؤشرات بتقول ان يكون في امطار صباح اليوم، لكن على موعد المباراه بمشيئه الله يكون المناخ مستقر، وان شاء الله باذن الله يكون يوم النادي الاهلي كالعاده. طبعا اليوم بادئ من صباح اليوم فطار صباحي 10 صباحا، تدريب فريق النادي الاهلي اليوم كان 12:30 ظهرا طبعا لمستر كولر وكل لاعبي النادي الاهلي مع الملعب الفرعي الخاص باستاد ابن بطوطه ليستقبل مباراه الغد بمشيئه الله. تدريب الحقيقه كالعاده طبعا بيكون قبل المباراه 60 دقيقه. يمكن مستر كولر حاول ان هو يجتهد بشكل كبير جدا في ظل ضيق الوقت ان هو يحضر لمباراه فلامينجو البرازيلي، يحاول ان هو ياهل لعيبه بشكل كبير جدا، يطلعهم من الحاله النفسيه، لان الكل الحقيقه كان متضايق من المباراه الاخيره، لان كان في ايدينا الحقيقه ان احنا نقدر ان احنا نحقق نتيجه، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. يا رب ان شاء الله باذن الله نعود هنا من المغرب بميداليه برونزيه تكتب طبعا في تاريخ دولاب بطولات النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي والجهاز الفني، مش بعيده ان شاء الله باذن الله. حاله من التركيز كالعاده، حاله من الرغبه الكبيره جدا للاعيبي النادي الاهلي، ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. النهارده ايضا كمان كان في الاجتماع الفني الخاص طبعا بهذه المباراه، يمكن ما كانش فيه مؤتمر يا محمد طبعا، لكن كان فيه ميكس زون اتكلم فيه الشناوي، اتكلم فيه ايضا كمان حسين الشحات مستر كولر. الكل الحقيقه متحفز بشكل كبير جدا لمباراه الغد، هو حلم لجمهور النادي الاهلي وحلم ايضا كمان للاعيبي النادي الاهلي. لكن الحقيقه المجهود كبير يا محمد يا كابتن هيثم كابتن احمد، مجهود كبير جدا من تنقلات وسفر، يعني فنادق اربع فنادق في النادي الاهلي يمكن تواجد فيها في هذه البطوله، حاجه يمكن صعبه جدا. مش هنتكلم على التنظيم ولا هنتكلم على هذه الامور، على قد ما احنا عندنا امل كبير جدا في لعبتنا بمشيئه الله. 4:30 بكره هيكون موعد المباراه بتوقيت المغرب، توقيت القاهره طبعا ان شاء الله يكون 5:30. مباراه مهمه جدا في توقيت مهم لفريق النادي الاهلي، يقدر النادي الاهلي بالجديه الكبيره وبالشخصيه وبالتحضيرات وبالوجود الكابتن محمود الخطيب اللي في كل مره هناكد على هذا الامر الحقيقه ليه دور مهم جدا وكبير جدا، ان هو رفع ضغوطات كبيره جدا على لاعبي النادي الاهلي واتكلم معاهم. لابد ان احنا ننسى المباراه الماضيه، ولابد ان احنا نفرح كل جمهور النادي الاهلي ونفرح الشعب المصري. في ايديكم، في ايد كل لاعب فيكم، ان انت تقدر تجتهد بشكل كبير. مباراه فلامينجو وفريق فلامينجو فريق مميز جدا، عنده سرعات خطوطه متقاربه، محتاج مجهود، محتاج تركيز، كل ده الحقيقه الكابتن محمود الخطيب اكد عليه مع لاعبي النادي الاهلي، بجانب التحضيرات الرائعه والمميزه الحقيقه مستر كولر، لابد ان احنا نشيد بيه وبمجهوده الكبير وبتحضيره بالجهاز الفني بالكامل، لان الضغط كبير يا محمد يا كابتن هيثم، ضغط كبير جدا جدا جدا، كل 48 ساعه بتحضر للمباراه في التنقلات في سفر. فيا رب ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. هو طبعا عمرو السلال الوحيد الحقيقه اللي كنا بنامل يكون متواجد غدا، لكن شد السمانه هيبعده، يمكن بدا النهارده هو التاهيل مع طبعا محمود حمدي، يمكن اخصائي التاهيل المتواجد طبعا مع فريق النادي الاهلي. تدريب كان قوي النهارده مستر كولر، ممكن يكون في متغيرات كثيره جدا في تشكيل الغد، ده اللي كان واضح لينا النهارده. يمكن الراجل بيحاول يوزع المجهود، لان انت عارف يا محمد يا كابتن هيثم كابتن احمد، انت هترجع من هنا هتبدا تفكر من جديد في بطوله افريقيا، عندك مباراه السودان في سفر هترجع من ليها بعدين في اسوان مباراه الدوري العام، فيمكن محتاجه تحضير فني مميز جدا من مستر كولر. فيا رب ان شاء الله يكون موفق، ويا رب يكون يوم ده بمشيئه الله غدا. طب كريم، يمكن محتاجين يعني نطمن اكتر على الحاله النفسيه للفريق. احنا كنا بنتكلم طبعا مع كابتن احمد وكباتننا الكبار، وانت كنت معانا، الحاله النفسيه تلعب دور كبير، لان انت في 48 ساعه ما عندكش حاجه تديها فنيا، 48 ساعه، واكيد انت متفق معايا، وخاصه ان انت كريم يعني قريب للعيبه، انت يعني من الشخصيات اللي اللعيبه كلها بتحبها وبتتكلم معاها، شايف الناحيه النفسيه ازاي؟ شايف اللعيبه من جواهم باصين للمباراه نفسيا ازاي يا كريم؟
يعني بالتاكيد يا كابتن هيثم الخبرات الكبيره والوعي اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ده مهم جدا، لان انت خلاص انت بتخلص المباراه بتحزن اكيد بشكل قليل جدا، بيبقى الحاله النفسيه اكيد لابد ان انت تطلع منها، وده المجهود والجهد الكبير اللي احنا بناكد عليه من اللاعبين والجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب. ده امر مهم جدا ان انت تاهل اللاعبين بجانب اللعيبه الخبرات، معلول، شناوي، متولي، محمد هاني، السوليه، حمدي فتحي، كل اللعيبه دي الحقيقه بتكلم بعض، بتحفز بعض، بتحاول ان هي تجدد الدوافع بشكل كبير، لان انت خلاص عندك مباراه مهمه جدا. احنا عايزين نرجع بميداليه، ده اللي بيقوله لعيبه النادي الاهلي، محتاجين نرجع بميداليه، محتاجين نحقق رقم قياس الفريق النادي الاهلي، ان انت تحقق 4 برونزات على التوالي، ده امر كبير جدا. كنا بنعمل ان احنا نكون على منصه تتويج في المباراه في طبعا في الاول والثاني، لكن زي ما بنقول كل اللعيبه بتقول قدر الله ما شاء فعل، لسه عندنا فرصه ان احنا نسعد كل جمهور النادي الاهلي. الحاله النفسيه باكد لك عليها، يعني خلاص الامور دي انتهت، الحاله المعنويه مرتفعه جدا، عندنا اصرار، اللعيبه كانت واضح النهارده جدا الاصرار في التدريب، الحرص الكبير جدا ان هو يحافظوا على بعض، تدخلات كان ليها حرص كبير جدا، عشان كده بقول لك الخبرات الكبيره دي ما بتقلقناش مع لعيبه النادي الاهلي تحديدا. مباراه بتغلق بكل ما فيها بنتيجتها بما حصل فيها، وبيبدا النادي الاهلي بخبراته الكبيره بلاعبيه بالجهاز الفني يفكر في القادم. القادم هو مباراه فلامينجو، محتاجه تركيز كبير، محتاجه روح النادي الاهلي وروح شخصيه النادي الاهلي، شخصيه اللاعب، شخصيه كل اللاعبين، ان شاء الله باذن الله تقدر تحسم المباراه في الحضور الجماهيري اللي بالتاكيد اللي هيكون كالعاده طبعا موجود، جمهور اشقان المغاربه طبعا متواجدين وجمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله الامور كلها تكون في صالحنا ولاعيبتنا تكون موفقه، نقدر ان شاء الله دخولنا في المباراه يكون جيد. انصاف الفرص الحقيقه نحتاج ان احنا نستغلها بشكل كبير جدا، وده اللي الحقيقه كان بياكد عليه مستر كولر، لان يمكن مباراه ريال مدريد اكتر من فرصه الحقيقه لو اتاحت لفريق النادي الاهلي وكان حقق الامور كانت تكون مختلفه بشكل كبير. مباراه الغد مش محتاجه اي غلطات، محتاجه مجهود، ويا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد جدا ونصر كبير جدا على كل جمهور النادي الاهلي. كريم كابتن ناجي معاك يا كريم. من خلال متابعتك للتدريب يا كريم، الرسم التكتيكي بتاع المستر كولر، انت شايف ان هو هيتغير؟ واجبات اللاعبين هتتغير؟ في افراد هتتغير في اللاين اب بتاع الفريق، ولا انت شفت ايه في التدريب؟ يعني لو بنتكلم على الطريقه كابتن احمد، طبعا لا الطريقه ثابته، بعض العناصر ممكن يكون في اختلاف، بعض المهام الحقيقه يمكن مستر كولر يعني مكلف بعض اللاعبين ببعض المهام، عشان كده بقول لك ممكن يكون في اختلاف في الشكل العام او في الواجبات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي، لكن انت عارف في عناصر ثابته متواجده طبعا في التشكيل الرئيسي للفريق للنادي الاهلي، لكن ممكن يكون في متغيرات، ده اللي شفناه النهارده، ممكن يكون في متغيرات في المنتصف في خط الهجوم، الراجل بيحاول يعمل ريكفري كل اللاعبين لان المجهود كبير جدا، انت عارف السوليه يمكن اشتكى من شد لان السوليه قام بدور كبير ومجهود كبير جدا، فيمكن كمان القلق من هنا، لكن الكل جاهز، دي النقطه اللي احنا نحب ناكد عليها لكل جمهور النادي الاهلي، الكل جاهز الحقيقه لهذه المباراه، لكن المتغيرات ممكن تكون بسيطه جدا جدا في مكان او اتنين بالكتير، لكن الشكل العام والطريقه والاسلوب مستر كولر حقيقه يعني حريص ان هو ينفذها بشكل كبير، لكن هي سيناريو المباراه هو اللي يختلف بشكل كبير. لسه فلامينجو طبعا على خط سير المباراه، هنشوف المباراه ماشيه ازاي، الراجل مميز جدا الحقيقه في توزيع سيناريوهات المباراه، ده الامر الحقيقه اللي لابد ان احنا نشيد بيه، لان انت ريال مدريد شفنا كابتن احمد يا كابتن هيثم محمد طبعا السيناريو كان واصل للدقيقه 90 2-1، ده امر مهم جدا، فعشان كده ثقتنا كبيره جدا في الجهاز الفني في اللاعبين ان هم يقدروا يعملوا سيناريو كبير جدا على مدار ال 90 دقيقه، وان شاء الله باذن الله يكون المكسب نصيب النادي الاهلي بمشيئه الله. اكيد. طيب كريم، بكره المباراه ما فيهاش اكسترا تايم او وقت اضافي، يعني يمكن هتروح لو في تعادل للقرارات الترجيح مباشره، هل تم اختاركم بقى بتسليم الميداليات؟ هيكون ازاي عقب المباراه؟ يمكن طبعا للاسف تنقل او يعني نقل المباراه من الرباط لطنجة ده عمل ارتباك شويه في المشهد بالنسبه للجنه المنظمه وحتى لفريقي الاهلي وفلامينجو، لكن الجزئيه دي هل تم الاتفاق عليها؟ الجزئيه الثانيه، وانت النهارده موجود في طنجة، شفت جماهير فلامينجو جت من الرباط ولا زي ما قالوا في الصحف والمواقع النهارده انهم مقاطعين مباراه الغد ومش هيحضروا نتيجه تغيير مكان المباراه طبقا للجدول اللي كان موجود في قرعه البطوله مسبقا؟ يعني طبعا بالنسبه لجمهور فلامينجو ما ظهرش بشكل كبير يا محمد، احنا توجهنا طبعا من فندق الاقامه لملعب التدريب، الملعب بيبعد 25 دقيقه، على مدار ال 25 دقيقه ما شهدناش الحقيقه، ومن خلال معلوماتنا يعني لم يصلوا حتى الان، من الوارد ان هم يكونوا متواجدين صباح الغد على موعد المباراه، لكن ما شفناش الحقيقه اي من هذا الامر. السؤال الاول يا محمد ما سمعتوش كويس، استاذنك عيده تاني. تسليم الميداليات هيكون في ارضيه الملعب عقب المباراه مباشره؟ يمكن النقطه دي سالنا فيها محمد، لان امر يمكن كان يعني الكل بيسال عليه، هل هيكون في مندوب هيتواجد في الملعب؟ لان طبعا انت عارف الاهتمام الكبير جدا هيكون في المركز الاول والثاني بالنسبه لتسليم الميداليات، الامر ده يمكن بالنسبه لنا في صعوبه شويه في ايجاد المعلومه، الناس بتقول هنرجع تاني على الرباط او يمكن يكون التسليم على الرباط، لكن
يمكن النقطة دي لسه لم تتضح بشكل كبير جدا بالنسبة لي يا محمد. طيب كريم احنا بنشكرك. بص يعني برضو في معلومه تانية اضيف عليها، انفانتينو ممكن يكون متواجد يا محمد في الثالث والرابع، يمكن دي المعلومه اللي يمكن لسه وصلنا حالا وانا بكلمك دلوقتي. انفانتينو ممكن يكون متواجد بشكل كبير جدا في هنا في مباراه طبعا الغد، ابن بطوطه عن طريق الطيران يكون متواجد يسلم الميداليات ويعود من جديد الى المباراه النهائيه الاهلي ريال مدريد. طبعا المباراه النهائيه هو بالفعل يمكن حتى باتريس موتسيبي الجنوب افريقي وصل النهارده للرباط، وعلى حد معلوماتي ان هو والسكرتير العام فيرونين بومبا هيسافروا لطنجة يحضروا مباراة الاهلي، فحتى لو جياني انفانتينو مش حاضر بس هيكون رئيس الاتحاد الافريقي موجود يعني عشان تسليم الميدالية اكيد في ملعب طنجة. كريم احنا بنشكرك والله يكون في عونك، الجو باين تلج هناك، احنا بنشكرك وانت متحمل طبعا درجة الحرارة دي عشان تكون معانا ومع جمهور النادي الاهلي تطمنوا على البعثة. بنشكرك يا كريم ودايما متألق ودايما مغطي كل النقاط اللي احنا بنتساءل عليها. كريم احمد زميلنا موفدنا موفد قناة النادي الاهلي الى المغرب مع بطولة العالم، بشكرك شكرا جزيلا يا كريم.